في ظل إجراءات أمنية مشددة للغاية، وصل الرئيس الأمريكي السابق إلى مقر المحكمة هنا في ميامي، المحكمة الفيدرالية، في هذا المبنى الزجاجي الخلفي. هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها رئيس أمريكي سابق بتهم فيدرالية. هذه سابقة تاريخية بالنسبة للولايات المتحدة أن يتم توجيه، أود أن أصحح، المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهامات فيدرالية لرئيس أمريكي سابق. هذه سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، وتعد من النقاط التي سوف يسجلها التاريخ لدراستها في وقت لاحق. هناك المئات من مؤيدي ترامب يتواجدون حاليا أمام مقر المحكمة للتعبير عن مساندتهم له وللتأكيد على براءته من كافة التهم التي وجهت إليه. الآن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب داخل المحكمة، ومن المقرر أن يكون هناك إجراءات مثل أخذ بصماته وأيضا التقاط صور المتهمين أيضا، وهو ما يجري عادة. كان هناك نقاش ما إذا كان سوف يتم يعني هذا الإجراء أم لا، ولكن بحسب بعض الأشخاص الذين كانوا داخل المحكمة أخبروني قبل قليل أنه غالبا سوف يتم أخذ بصماته وصوره لدى وصوله للمحكمة. طيب بالتالي هنا سهيل، نعم السؤال الكبير، نعم هل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يحاكم كأي مواطن أمريكي، أم أن محاكمة الرؤساء لها ربما خصوصية معينة؟ يفترض أنه يحاكم كأي مواطن عادي. هو النقطة الوحيدة التي كانت يعني بين أخذ ورد هي نقطة أخذ بصماته وصوره. عادة ما يتم اتخاذ هذا الإجراء مع المتهمين، وذلك للتأكد من هويتهم، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أشهر الشخصيات الموجودة في الولايات المتحدة، فقد لا يكون من الضروري التثبت من شخصيته لأن شخصيته معروفة، فهذا هو الفارق الوحيد. ولكن إجراءات المحاكمة هي إجراءات مماثلة لتلك الإجراءات التي تجرى للمدنيين.